الخير مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاقتصادي علشان بكره. مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري مستقبل مصر الاقتصادي، هو هذا المؤتمر بيعد نقطه فاصله في مسار الاقتصاد المصري في الفتره القادمه. امال المصريين متوجهه نحو هذا المؤتمر، خصوصا بعد اعلان الحكومه عن طرح عده مشروعات استثماريه سوف توفر فرص عمل للشباب والاجيال القادمه. طبعا الحلقه دي هتبقى الحلقه الاولى بالنسبه لحلقتنا اللي خاصه بالترويج للمؤتمر الاقتصادي اللي هنعقد باذن الله في تاريخ 13 الى 15 مارس القادم باذن الله. هنتكلم النهارده بالتفصيل عن الترتيبات، عن كواليس العمل الحاليه، ايضا هنتكلم عن الخطط والمشروعات الاستثماريه المطروحه بالتفصيل، عن سبل التمويل، على الجهات والقطاعات اللي سوف تشارك في هذا المؤتمر من خلال ضيوفنا الكرام الاستاذ ابراهيم مصطفى المنسق العام للمشروعات الخدميه الاقتصاديه، عفوا الخدمة الاقتصادية بوزارة الاستثمار. ايضا هيكون لنا لقاء مع الاستاذ محمد متولي وهو نائب رئيس بنك الاستثمار والاوراق المالية اتش سي، وايضا لنا لقاء مع الاستاذ ماجد عز الدين شريك مسؤول قطاع الاستثمارات بي دبليو سي. كل ده طبعا هنفتح كمان تساؤلات لاي حد حابب يعرف تفاصيل اكتر عن المؤتمر من خلال حلقتنا النهارده. ده موضوعنا الاساسي، لكن طبعا علشان الموضوع كبير ومحتاجين نقعد فتره كبيره بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نخش في تفاصيل المؤتمر الاقتصادي، عشان كتير سالونا ان في حاله ارتباك داخل اروقه المؤتمر على اعتبار ما كانش فيه ترويج تام لهذا المؤتمر، لذلك احنا بقدر الامكان حابين اللي احنا هندرس فقره الاخبار الاقتصاديه علشان ندي فرصه لضيوفنا الكرام ان هم يكلمونا بتوسع عن هذا المؤتمر. من الاجراءات الحكوميه اللي بتسعى في الفتره الحاليه للاصلاح الهيكل الخاص بالسياسه النقديه، طبعا الخبر الاخير اللي اعلن عنه البنك المركزي وهو انه وضع حد اقصى للايداع بالدولار حوالي 10,000 دولار للافراد والشركات في اليوم، وعلى ان يصل الى 50,000 دولار خلال شهر. يمكن هذا الخبر، يمكن الخبر الاخير بالنسبه للاخبار الاقتصاديه او السياسات النقديه اللي بيتبعها البنك المركزي في الفترة اللي فاتت، وكان من ضمنها طبعا رفع سعر الدولار امام الجنيه في البنك المركزي بالطريقة الرسمية او في السوق الرسمي، وطبعا من خطته ان هو يقضي على السوق السوداء. كل هذه الاجراءات هي اجراءات اصلاحية اتبعها البنك المركزي، وده بيساهم في يعني في الفترة القادمة تهيئة المناخ الامن بالنسبة للمستثمر الاجنبي، علشان ما يحسش ان في سعرين للصرف في بلد واحدة وسعرين بيبقوا فرق بينهم نسبة كبيرة جدا، وده مش موجود ابدا في اي منطقه في العالم. عموما دي يعني حبيت اركز عليها ضمن الاجراءات الخاصه بالسياسه البنكيه، على اعتبار ان ده برضو من ضمن الاجراءات اللي بتساهم او بتمهد للمؤتمر الاقتصادي اللي هيعقد في مارس باذن الله. في تقرير عندنا برضو مهم من الموضوعات المهمه اللي احنا هنركز عليها، وطبعا قلنا محور قناه السويس هناك مشروعات في هذا المحور سوف تطرح في المؤتمر الاقتصادي الفتره القادمه. امس كان هناك تصريح لرئيس هيئه قناه السويس حوالين المراحل اللي موجوده داخل مشروع قناه السويس، وايضا يمكن اعلن من خلال هذا المؤتمر الصحفي عده مشروعات سوف تطرح يمكن بالتفصيل. احنا حبينا نلقي الضوء عليها ايضا من خلال حلقتنا، نشوف تقرير لمده 3 دقائق وهنبتدي حلقتنا حالا. مؤتمر صحفي عالمي لرئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، مؤتمر أعلن فيه تثبيت رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي على ما كانت عليه نظرا للظرف الاقتصادي العالمي الحالي. أخذ بالاعتبار الدور الهام الذي تلعبه قناة السويس بخدمة الاقتصاد العالمي وضروره الحفاظ على ما يظل طريق قناة السويس والأخص مقارنة بالطرق المياه الأخرى، لذلك قررت إدارة قناة السويس الآتي بالنسبة لوصول عبور السفن للقناة خلال عام 2015. أولاً، تثبيت وصول العبور خلال عام 2015 على ما كانت عليه خلال عام 2014. ثانياً، تعديل المنشور الملاحي لخاتمان سنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35% لناقلات الغاز الطبيعي المسامة عبر قناة السويس ليصبح 25%.
وخلال المؤتمر استعرض ماميش في شرح مطول فكرة مشروع تنمية قناة السويس واحتياج مصر لمشروعات قومية تساعد عائدتها الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري العظيم. توفير فرص عمل للشباب المواطنين مصر من جميع المحافظات في جميع التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيان مجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب الكثافة السكانية من العالم المغربي في منطقة القناة وسيناء. الشباب يمثل 60% من التعداد السكاني الواسع. عندما لا يجد الشباب فرصة العمل يفقد العمل. إن شاء الله من خلال هذا المشروع بإذن الله هنوفر أكثر من مليون فرصة عمل. بس عشان ندي الشباب فرصة العمل لازم نوفر له حياة. لازم يبقى له مسكن، هو له أسرته، له المدرسة، له خدمة طبية، له خدمات تجارية، له خدمات اجتماعية. وبحسب الفريق مميش فإن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال التطوير والتنمية وأن هناك إصرارا من القيادة السياسية على تشغيل كافة أبناء سيناء في المشروعات التنموية للقضاء على محاولة استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية. وأضاف أن مشروعات القناة الجديدة ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل، مختتما بالقول إن هذا المشروع التنموي سيحول مصر لمركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في حركة التجارة العالمية. برحب مرة تانية بضيوفنا الكرام في الاستوديو الأستاذ إبراهيم مصطفى المنسق العام لمشروعات القمة الاقتصادية بوزارة الاستثمار. أنا بحضرتك. أهلا بيك. وأيضا برحب بالأستاذ محمد متولي وهو نائب رئيس بنك الاستثمار والأوراق المالية HC. أنا بحضرتك. أهلا بيك. وبرحب أيضا بالأستاذ ماجد عز الدين وهو شريك مسؤول قطاع الاستشارات في PwC. أهلا بحضرتك. طبعا أكيد كثير مننا دلوقتي عايزين نعرفوا أكثر كواليس عن ترتيبات والاستعدادات داخل المؤتمر، خصوصا احنا قلنا بأن فرطب في بعض النقد الإعلامي حوالين اللي ما فيش ترويج ايه اللي بيحصل داخل أروقة المؤتمر. نبتدي بقى مع الأستاذ إبراهيم، الاستعدادات وصلتوا لغاية فين؟ التنظيم عمل ازاي؟ هل بالفعل في ناس بتقدر توصل عن طريق ويب سايت وتشترك علشان التسجيل للحضور؟ خليني بس اشرح لك اهداف المؤتمر الاول، لان المؤتمر ده ليه اهداف محدده. اولها عرض الخطه الاقتصاديه والاجتماعيه لمصر خلال 5 سنوات القادمه. 2 عرض اهم الاصلاحات التشريعيه والتنظيميه التي قامت بها الحكومه المصريه خلال الفتره الماضيه المتعلقه بمناخ الاستثمار وما تبقى من هذه الخطه للفتره القادمه، وتعبير عن التزام الحكومه لتحسين مناخ الاستثمار. 3 التعبير عن ان مصر اصبحت مفتوحه للاستثمار، Egypt is open for business، ودعوة كافة المستثمرين للقدوم للاستثمار في الاقتصاد المصري. الحاجة الرابعة هنعرض بعض المشروعات الاقتصادية سواء مشروعات حكومية أو مشروعات داخل المؤتمر. فدي أهم الأهداف الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي. من حيث الترتيب تم التوجيه دعوات لأكثر من يعني أكثر تم التوجيه أكثر من 4500 دعوة. جاي حاليا التأكيد متابعة هذه الدعوات والتأكيد على الحضور. المؤتمر ينعقد على مستوى 3 أيام، اليوم الأول الافتتاح، اليوم الثاني في جلسات فنية متعلقة بالاقتصاد المصري وقطاعات مختلفة، اليوم الثالث كذلك سيتم عرض بعض المشروعات العملاقة في المؤتمر الاقتصادي إن شاء الله. دي أهم الترتيبات اللي خلصت الفترة اللي فاتت. بالنسبة لأيضا مجموعة المشروعات اللي حضرتك قلت لي عليها، يعني وإحنا بنتكلم في التليفون قلت لي إن حضرتك مختص ب 30 مشروع تقريبا سوف يتم طرحهم داخل المؤتمر، لكن ده بالنسبة لقطاع وزارة الاستثمار، لكن في قطاعات أخرى داخلة في مجموعة المشروعات. لا خليني بقى أشرح موضوع المشروعات الاقتصادية عشان الموضوع مختلف في القصة دي يا فندم، لأن المشروعات دي بتيجي من الجهات الحكومية. يعني أنا عندي كذا وزارة معنية سواء في البترول أو الكهرباء أو الصناعة والتجارة أو السياحة، فكل جهة معنية بتبعت مشروعاتها لينا ليتم تنقيحها وبعد كده فلترتها وبنشوف إيه اللي ممكن يتعرض على البنوك الاستثمارية. فأنا عايز أشرح برضه بعد كده إيه دور البنوك الاستثمارية وهسيب برضه المجال للأستاذ محمد يتكلم والأستاذ ماجد عز الدين، لأن في دور مهم للبنوك الاستثمارية في دراسة هذه المشروعات طبعا نقاحها وتحديد ما يمكن عرضه في المؤتمر الاقتصادي.
طب استاذ محمد، فكره البنوك السماليه دي فكره للاستاذ وزير الاستثمار اشرف سلمان، هو اللي اقترحها وهو اللي فكر في استعمال البنوك السماليه، لانهم عندهم القدره والحرفيه على دراسه هذه المشروعات وتحديد مدى جدواها الاقتصاديه. طبيعي اي مشروع لازم يقدم لازم يبقى فيه دراسه جدوى، والخبراء المعنيين في هذا المجال بنوك مصر ما شاء الله شاطرين، وده يعني الجهاز المصرفي يعني تحديدا من اقوى الاجهزه عندنا اللي فعلا انقذت البلد في ازمتها الاقتصاديه بعد ثوره 25 يناير. التمويل شيء مهم جدا، لكن قبل ما نتكلم عن التمويل انا عايز اعرف المشروعات اللي تم طرحها من قبل القطاعات المعنيه زي ما الاستاذ ابراهيم قال، تم عرضها طبعا على مجموعه من البنوك، دراسه الجدوى، ازاي الكواليس العمل لاختيار هذه المشروعات وعلى اي اساس يعني في اختيار المشروعات، يعني اكيد في مثلا 40 مشروع لكن التنقيه جت ازاي؟ مش تخصص حضرتك؟ لا التنقيه جت من عندكم في الوزاره. عندكم في الوزاره؟ نشرح بس يا فندم الطريقه اللي بنشتغل بيها في طريقه عرض المشروعات على البنوك الاستثماريه قبل ما تروح للبنوك الاستثماريه. واوضح حضرتك قبل ما ابدا، يعني انتوا بتختاروا المشروعات الاول، ثواني بقى، انتوا بتختاروا المشروعات الاول وبعدين تودوها للبنوك؟ بالظبط، يعني المشروعات بتيجي من الوزارات المعنيه الاول، وبعد كده بيتم تنقيحها بالتعاون مع شركه الوزاره المنسق عام للمؤتمر وفريق عمل في وزاره التعاون الدولي، بتتحط في فورمات معين، بعد فلترتها بنشوف كم مشروع فاضل من كل جهه معنيه هيخش يتعرض على البنوك الاستثماريه، ابدا اوزع البنوك الاستثماريه كوزاره الاستثمار، اقول لها والنبي ادي عندي مجموعه مشروعات بحكم القطاعات اللي هم متخصصين بيها اقدر اوزع عليهم المشروعات. طب خلاص في معايير للتوزيع. يعني في النهايه انتوا نقيتوا المشروعات وخلاص كل شيء تمام. المرحله الاوليه المرحله الثانيه البنوك الاستثماري تقول مثلا المشروع دي ينفع تروح للمؤتمر ولا لا بناء على ده دراسه الجدوى الاقتصاديه دي. نحكي بقى الخطوه الاخرى من خلال الاستاذ محمد، الخطوه الثانيه التاليه بعد اختيار المشروعات. انا ابدا بس بدي حضرتك نبذه سريعه كده على نشاط بنوك الاستثمار. اول حاجه احنا حلقه وصل ما بين المستثمرين او ما بين راس المال وما بين القطاعات الاقتصاديه المختلفه سواء بتديرها الحكومه او بيديرها القطاع الخاص. وبالتالي وبنعمل الكلام ده من خلال ثلاث ركائز رئيسيه جوه بنوك الاستثمار، اول حاجه الاستشارات الماليه اللي هي بتنظر في هذه المشاريع. الاستشارات الماليه دي احنا لو شركه بتحاول تشتري شركات اخرى او بتحاول تبيع نفسها او مستثمرين بيدوروا على مشروع، فاحنا لنا علاقات دائمه ومستديمه مع المستثمرين في مختلف القطاعات، عارفين هم بيبحثوا عن ايه وايه الشروط اللي لازم ان تكون مستوفاه في كل مشروع من اجل ان يكون مشروع جاذب للاستثمار من ناحيته. هايل. هو طبعا كل مشروع بيبقى له هيكل مالي، الهيكل المالي ده بيبقى جزء راس مال وجزء دين، فلازم ان المشروع يقابل الشروط او يقابل يكون جاذب للمستثمر عشان يحط راس المال فيه عشان حتى بعد كده البنوك تيجي تبص على تمويل الجزء بتاع الدين. طبعا احنا لنا انشطه اخرى كبنوك استثمار في التعامل مع المستثمرين من خلال اداره الاصول بتاعتهم، ودي بتبقى استثمارات في البورصه مباشره او من خلال صناديق استثمارات خاصه برضو بتستثمر في شركات غير مسجله، او من خلال السمسره الماليه اللي بنجيب مستثمرين بندعوهم الى الدوله عن طريق ان هم بيشتروا في اسهم مسجله في البورصه او في اصدارات اوليه. فكل الحاجات دي كلها بتعمل بوتقه كده بتخلينا نعرف المستثمر بيدور على ايه، ايه العائد الاقل عائد يقبله المستثمر من اجل الاستثمار في مشروع معين في قطاع معين داخل مثلا دوله زي مصر اللي هي الدوله المعنيه بالاستثمار. فلما بيجي مشروع من ما بيجي مشروع من وزاره الاستثمار بنبص للدراسات اللي معموله حواليه، واحنا من خلال معرفتنا من الثلاث ركائز اللي بيقوم عليها نشاط بنك الاستثمار بنبقى عارفين اذا كان هذا المشروع قد يلقى قبول عند المستثمر ام لا. بنتشاور مع الوزاره بنديها ملحوظات على الدراسات اللي احنا قريناها، وبنقول لهم ان مثلا المشروع ده محتاج يا اما معلومات زياده او محتاج ان هو مثلا في امور فيه تتعدل عشان العائد يبقى مناسب للاستثمار، او المشروع ده جاهز ان هو يتعرض دلوقتي نعمل له باكجنج نحضر زي ما حضرتك تقولي ملخص للمشروع ونبدا نسوقه بطريقه غير رسميه للمستثمرين بحيث ان يكون جاهز للعرض على المستثمرين ان شاء الله في المؤتمر.
التسويق بالطريقه الغير رسميه تمت خلاص بالنسبه للمشروعات؟ ده امر يعني مستمر. وده معناه ايه غير رسمي؟ يعني بيبقوا عارفين عملاء معينه، مؤسسات معينه بتحبوا شايفين ان في عنصر جذب المشروعات دي فتتوافق مع المؤسسات دي فبيتم التواصل بينكم وبين المؤسسات. بالظبط بالظبط. يعني حضرتك ده بيسهل كتير على المؤتمر، يعني بيبقى في سرعه دي في حاجه الشغل التحضيري زي ما حضرتك تقولي. يعني مثلا اختاري حضرتك قطاع بتروكيماويات مثلا، مشروع معين، او احنا لنا علاقات قويه بالشركات البتروكيماويات المحليه او العالميه، فبنتصل بيهم وبن يعني بطريقه غير رسميه بنسال اذا كان مشروع بيقام بكباستي معينه بنظام معين في مصر في الوقت الحالي، ايه هي ايه رايكم في هذا الموضوع؟ فبيقول لك على طول، بيديكي الفيدباك او بيديكي رد بعض المؤشرات، بيقول لك ايه اللي ممكن تظبطيه في المشروع عشان يبقى مشروع جاذب للاستثمار، او بيقول لك مثلا المشروع ده كويس جدا احنا منتظرين انكم كنتوا تجيبوا، ممكن انا اسف ما بقى. يعني الفتره التحضيريه اللي احنا فيها دي هتفيد كتير بالنسبه لسرعه اتمام المشروع، على اعتبار ان الناس فاكره ان مفيش شغل ما دام مفيش حد بيعمل شغل. لكن فعلا خلي الاعلان عنه، لان لسه برضه بتنقي بعد ما نقيتوا مشروعات في برضه مرحله ثانيه من خلال بنوك الاستثمار بيروحوا منقين ايضا مجموعه من المشروعات، فبدل ما يبقوا 20 يبقوا 10 مثلا يعني. طيب بس عايزين اسالك على حكايه في الشغل. لا في الشغل وفي الشغل كتير. انا اول مره يعني اشوف الوزارات بناخد اجتماعات الساعه 6:30 الصبح، بنروح اجتماعات الساعه 9 بالليل وبنمشي الساعه 12 بالليل. فلا في شغل وفي شغل كتير. لا مهم يعني الاجتماعات تثمر عن شيء، مش مهم الصبح بالليل. لا انا هروح اضيع وقت. استاذ ماجد شريف مسؤول قطاع الاستشارات. ايوه. انا عايز افهم يعني بعد المرحله دي وتنقيه المشروعات ايه الدور اللي حضرتك بتقوم بيه من خلال وضع حضرتك، ويعني فكره الخبراء واستجلابهم من الخارج. تمام. هل هناك خبراء في مصر انت بتستجلبهم من الداخل؟ والله في الاثنين. خلينا نديك فكره بسيطه. احنا بي دبليو سي مكتب مراجعه محاسبه واستشارات عالمي بيسمونا واحد من البيج فور. احنا متواجدين في 159 دوله. فلما توجهت لنا الدعوه من وزاره الاستثمار لانها يعني فرصه انه نقدر نضيف هنا. ليه؟ لانه الاسم عالمي. لما نبقى موجودين متواجدين جنب المشاريع في المؤتمر وبنحط اسمنا على المشاريع، ده بيدي مصداقيه للمستثمر العالمي، فبيجي يتكلم معانا في تفاصيل المشاريع دي. احنا بنستفاد بايه بقى بالنتورك؟ عندنا متخصصين تقريبا ثلاثة ودلوقتي داخلين في أربع مشاريع كلهم مجالات مختلفة. أنا بكلم النتورك أو الشبكة العالمية، يا جماعة ده مجال مثلا البترو كيميكالز، طيب نروح للراجل اللي هو متخصص جلوبال ده موجود في أنهي بلد؟ طيب احنا عايزينه وبنجيبه، نبعت نجيبه يقعد معانا هنا ويقعد مع الوزارات المعنية ونقعد نتناقش في المشاريع ونقول احنا مش عايزين نعيد اختراع العجلة، احنا عايزين نكتسب الخبرات الموجوده في بلاد كتيره سبقتنا، فايه اللي موجود وايه البنش ماركس وايه المعايير المفروض المطلوبه، ونبتدي نتناقش مع الوزارات المختصه. استاذ ابراهيم عايز اعرف برضو، يعني دايما نقول ان الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي. الاحداث السياسيه للفتره اللي فاتت قلقتنا شويه عن مسار المؤتمر الاقتصادي. لا هو الاحداث السياسيه لم تؤثر عن معرض انعقاد المؤتمر. انا عايز اعرفه في ارتباطات دلوقتي بعض المؤسسات اللي عندها فرصه انها او احنا عندنا فرصه ان احنا نجذبهم خلال الشغل اللي انتم عملتوه دلوقتي انها تيجي في المؤتمر الاقتصادي. هل في اي مؤسسه فكرت انها تتراجع، فكرت انها يعني ما تجيش مثلا بعد ما تم دعوتها بالنسبه لا، من هو تم توجيه الدعوات لكافه المؤسسات الاقتصاديه. تمام. على مستوى دول العالم كله. احنا لسه في مرحله متابعه التاكيدات. في فريق عمل بيعمل حاليا على متابعه الدعوات اللي تم ارسالها. احنا وصلنا اكثر من 4500 دعوه لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصاديه. بيتم اختيار الناس على اساس ايه؟ لا في معايير محدده. في مؤسسات اقتصاديه محدده معروفه على العالم كلها، زي صندوق النقد الدولي، زي البنك الدولي، زي مؤسسه التمويل الدوليه، في زي صناديق صندوق النقد العربي، في مؤسسات اقتصاديه معينه نستهدفها. بالاضافه لمؤسسات استثماريه زي مؤسسات البرايفت ايكويتي فاندز. فدي مؤسسات احنا بنستهدفها عشان تيجي المؤتمر.
دي مؤسسات لما تكون موجوده في المؤتمر تدي ثقل لهذا المؤتمر لانها تعطي انطباع ان مصر لديها من الامكانيات الاقتصاديه المهمه التي تجعل منها دوله واعده بالاستثمار. فمرحله تاكيد دعوات لسه جاريه والعمليه والمتابعه تتم يوميا من خلال فريق العمل في وزاره التعاون الدولي ومن خلال سفارتنا في الخارج. ففي فريق عمل متكامل يعمل على هذا الشان. برضه سؤال من الاسئله المهمه جدا، احنا ارتفع التصنيف الائتماني بتاعنا من منظمه فيتش، فاعتقد ان ده بيفيد كتير جدا بالنسبه للجذب الاستثمار، يعني فكره ان اترفع المستوى الائتماني بتاعنا، في نفس الوقت فكره ان احنا اتحط يعني الوضع بتاعنا اللي احنا وضع مستقر، فده في حد ذاته يسهل كتير على اللي بيحاول بقدر الامكان يسوق المشروع. هو في مؤشرات ايجابيه طبعا حاصله دلوقتي. زي ما حضرتك شايفه مثلا العرض اللي عملها شركه كالوج على بيسكو مصر، وده استثمار اجنبي مباشر داخل مصر في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. شركه لاكتاليس والعرض اللي بتعمله على ارب ديري نفس الشيء، ده استثمار مباشر لمصر. البنوك اللي جت اشترت في مصر مثلا اميريتس ام بي دي لما اشترى باربا في مصر، فكل دي استثمارات اجنبيه، شركات حكمه اللي بتشتري شركات ادويه في مصر، كل دي استثمارات حاليا في هذا الوقت، في الوقت الحالي. المستثمر الاجنبي لما يكون في وضع الى حد ما هو مش مستقر، يعني يمكن انا شايفه ان بلدي مستقره بصرف الوضع اللي فيه بعض المشاكل في بعض المناطق، لكن التركيز بالنسبه لمؤسسه زي مؤسسه حضرتك للترويج والمشروع، هل بتختار بعض المشروعات اللي لا تمس او يعني في بعض المناطق اللي ما فيهاش اي مشاكل مثلا زي جنوب الصعيد او زي البحر الاحمر او كده، ولا بيبقى عامل ازاي؟ يعني اصلا باختيار المشروع بيتحدد من ناحيه المنطقه هادئه او منطقه مش هادئه؟ يعني عندنا مشروعات في الصعيد، عندنا مشروعات في الصعيد، عندنا مشروعات في البحر الاحمر، عندنا مشروعات. لا، ما البحر الاحمر والصعيد غير مثلا منطقه سينا. لا، عندنا لها موضوع ثاني، موضوع الملكيه. فده يتهيألي يعني الموضوع مش موضوع استقرار امني بقدر ما هو موضوع ملكيه، فمحتاجه قوانين مختلفه. يعني هو القوانين لغايه دلوقتي ان احنا بنسمع دايما ان الحكومه يعني في اطار الاستعداد لطرح قوانين تحاول بقدر الامكان جذب الاستثمار وتشيل كل المعوقات اللي كانت قدام المستثمر سواء في منطقه سينا او مناطق اخرى. صح. الاستثمار حاليا في بعض القوانين سابت الفتره اللي فاتت، اعتقد انها من القوانين المهمه زي قانون التعدين، وحاليا يجري اعداد اللائحه التنفيذيه ليه. عندنا قانون تشجيع المنتج المحلي، حاليا يتم دراسه قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال هذا الشهر ان شاء الله. تمام. وده من القوانين الاساسيه لتهم المستثمر. ده مش معناه ان كده منظومه تعديل واصلاح المناخ التشريعي والتنظيمي في مصر هتقف عندنا. لا، مكملين. بمعنى ايه مكملين؟ يعني لو مثلا عندنا بنتكلم مثلا في قانون الافلاس، جاري النظر في قانون الافلاس، ده من احد الحاجات المهمه لمناخ الاستثمار، يعني المستثمر زي ما بيحب يخش السوق المحلي او اي سوق، يحب يعرف ازاي هياخد منه. وباي اجراءات والمده قد ايه؟ فقانون الاستثمار ليس العصا السحريه. لازم جنبه قوانين اخرى تدعمه حتى يوصل هذا المناخ. سمعت النهارده ان وزير الصناعه كان بيقول ان هو بيعد مشروع الخاص بالشركات، وده في حد ذاته ممكن يضيف كتير. بصي حضرتك، في قانون الشركات كذا، هو قانون الشركات يتبع وزاره الاستثمار، هناك مساهمات وجهود وتعليقات تاتي من وزارات مختلفه لوزاره الاستثمار حتى لتنظر في هذا القانون من حيث مدى امكانيه تعديله خلال الفتره الجايه. طيب استاذ ماجد، بالنسبه لفكره الخبراء وجذب الخبراء من الخارج، برضه ما كلمتنيش على جزئيه الاستفاده من الخبراء في الخارج بالنسبه للمشروع نفسه، وبالنسبه ان المشروع يبقى ازاي مستوى المشروعات اللي احنا بنشوفها في الخارج؟ يعني احنا دايما بنقول مصر لغايه دلوقتي ان الاداره سيئه. اداره المشروع يمكن الفكره ساعات بتبقى كويسه جدا وممتازه جدا وممكن تبقى مرجحه وناجحه، ولكن لما الاداره المصريه بتتدخل بيبقى الامور صعبه شويه. هل ده برضو من ضمن يعني استشاره الشركه او القطاع بتاع حضرتك ان وضع اطر معينه لاداره المشروعات بحيث ان السيستم هو ده اللي بيضيف للمشروع علشان نضمن نجاحه؟ هل ده في اطار تخصصك؟ تمام. هو اللي احنا بنعمله ايه؟ الدور اللي احنا بنعمله، احنا بناخد المشاريع اللي متوجهه الينا، وفي الاخر انا عايز اشوفها بنك ولا لا، يعني اقدر اسوقها وتقدر تتمول ولا لا. بنبص على المشروع،
طب الخليج ده بيعمل ايه؟ بيجي بيقعد معنا، بيقعد مع الوزارات المعنيه، بنقعد كلنا وناخد بقى ولا ده بيحصل على ارض الواقع، نبتدي ناخد مشروع مشروع، نقول يا جماعه المشروع ده عشان يبقى ناجح، عشان لما يتطرح يبقى فيه انترست او اهتمام من المستثمرين سواء اجنبي او محلي مش فارقه، بس يبقى فيه المشروع ده مجدي للاستثمار، محتاجين نعمل 1 2 3 4، ايه التشريعات الموجوده؟ طب ايه الدوله بتساعد في حاجه مثلا اوفتيك اجريمنت؟ فده الدور اللي هو يا جماعه المشروع ده، وفي حاجات في مشاريع جديده يعني مش عارف اقدر اقول على المشاريع بالتفاصيل، سمارت كارز مثلا يا جماعه تطبق في العالم 1 2 3 4، انتوا عايزين تعملوا 30 مليون بيت، عشان تعملوا كده لازم الشكل يبقى بهذا الشكل، ونبتدي نتكلم ونرجع ونتناقش. فدي بتفتح وساعات في نفس المشروع بيبقى فيه كذا وزاره، والحقيقه انه التعاون بين الوزارات، تعدد الوزارات ده بيضيف ولا بيعوق السرعه في اتمام العمل؟ ده سؤال كويس. انا كنت حاسس الموضوع عشان الوزارتين هنبقى تايهين، لان الوزارتين بيقعدوا على الترابيزه، الوزارتين بيتكلموا مع بعض، يعني كل الناس قاعده على ترابيزه واحده مع الخبراء الاجانب، بينقل الموجود ايه وبيتناقشوا كلهم. انا يمكن عشان ندافع عن مصر، احنا خايفين على مصر نعدي المرحله دي. في نوع من الروح سيده ما بين بنوك الاستثمار والجهات الحكوميه، صح، ان هذا المؤتمر لابد ان يحقق نقطه فاصله، هينجح هو، بس خلينا نقول المؤتمر ده يعتبر بالنسبه لنا احنا هو ايه؟ نقطه انطلاق كاقتصاديين وكوزاره استثمار وكبنوك استثمار عشان نحط مصر على الطريق الصحيح وعلى خريطه الاستثماريه العالميه. دور بنوك الاستثمار في الفتره الحاليه زي ما قال ماجد وزي ما قال استاذ محمد بحكم الخبره اللي عندهم والحرفيه والمعايير اللي بيشتغلوا بيها والموارد البشريه والماديه اللي عندهم بتساعد الحكومه كمستشار مالي في عرض مشروعاته بطريقه تجذب المستثمر. يعني ايه تجذب المستثمر؟ المستثمر يهمه معايير محدده في المشروع، لما يقول لك والله المشروع ده فيه لي ارض محدده، موجود لي ارض محدده، طب ايه المؤشرات الماليه ليه؟ هل هو ذو جدوى اقتصاديه ولا لا؟ يقدر يرد البنك الاستثمار عليه يقول له والله المشروع ده اقدر اقول لك ممكن تحط استثماراتك فيه. هدول بنك الاستثمار. ودي اول مره تحصل ان احنا نستعين ببنوك الاستثمار في تمويل المشروعات الاقتصاديه. اعتقد انها فكره في محلها لانها سوف تؤتي ثمارها ان شاء الله في الفتره القادمه. اول مره هقدر اسالك بنوك الاستثمار تقعد كلها مع بعض، نروح نتقابل في وزاره الاستثمار ونفضل قاعدين بساعات، اول مره نقعد كلنا على الترابيزه مع بعض وما بتنافسش كلنا، يعني حتى ساعات لما مثلا نتعاون في سبيل الانتاج المصري، اثنين في نفس المشروع، بس تنافس من اجل المجال، بس تنافس من اجل حاجات اخرى. اقدر اسال حاجه عن ادوات التمويل هتكون عامله ازاي من خلال بنوك الاستثمار استاذ محمد؟ ادوات التمويل يعني زي ما قلت لحضرتك احنا وسيط مالي، فادوات التمويل هتتلخص في راس مال ودين. راس مال بتوفره بعض، يعني ممكن يجي عن طريق الشركات او بيجي عن طريق صناديق الاستثمار المباشر او بيجي عن طريق افراد عندهم ملاءه ماليه عاليه جدا وبتحطوا في شراكه مثلا او شخص لوحده، وده عاده بتبقى من دول خليجيه او عربيه بالنسبه للافراد يعني معظمهم. بالنسبه لادوات الدين تبقى غالبية تمويل من بنوك حاليا، يعني في الفترة الحالية هيبقى تمويل من بنوك. البنوك قد تخش منفردة أو بتخش في سندكيشن، يعني مجموعة بنوك عاملة مع بعض. كل مشروع اللي بيبقى له هيكل مالي من اجل انه يحقق العائد الانسب، العائد المالي الانسب للمشروع. الهيكل المالي بس بيختلف من قطاع لقطاع وبيختلف من شركه الى شركه، بيعتمد على المخاطر المرتبطه بهذا المشروع. برضه سؤال بيطرح نفسه، يمكن في المقدمه انا قلت اتكلمت على السياسه النقديه وسياسه البنك المركزي في الفتره الحاليه في رفع سعر الصرف يعني في البنك المركزي الرسمي، هل ده بيفيد فعلا ان هو يجذب المستثمر الاجنبي ان هو يحس ان السعر الجنيه او العمله المصريه هو ده السعر الحقيقي مش السعر كنا بنتعامل الاول بسعرين؟ هل ده بيفيد حضرتك وانت بتسوق لمشروعات مصريه؟ هو فكره ان المستثمر الحقيقي بدل ما يبقى السعر الكبير للاستثمار هيبقى اقل، لان التحرك ايجابي، لان التحرك العلاقه ما بين الدولار والجنيه ليست مقصوره على الجنيه المصري، وانما في ال 12 شهر اللي فاتوا
لما حضرتك تبصي لعملات العالم كله هتبص تلاقي ان الدولار ارتفع قصادهم تقريبا على المتوسط كده بتاع حوالي 20%. فالجمود لو كان في جمود في الجنيه المصري هيجعل الجنيه المصري قوي، بيأثر على الصادرات، بيأثر على السياحة، بيأثر على قطاعات كثيرة جدا في الاقتصاد المصري. كل لو الجنيه المصري بيتحرك مع تحرك العملات العالمية فطبعا المستثمر الأجنبي بيشوف ان ده حاجة إيجابية. لأن بالنسبة للمستثمر الأجنبي لو حضرتك بتسألني على خبراتنا هقول لحضرتك في كلمة مهمة جدا للمستثمر الأجنبي اسمها الكونفرتبيليتي، يعني قدرة المستثمر على تحويل العملة من مصري إلى دولار بسرعة لما يحتاجها. هو داخل دلوقتي باستثماراته دولاراته، عايز يبقى متأكد إنه لما يقرر إن هو يخرج من استثماراته سواء خروج كامل أو خروج جزئي عن طريق إن هو يرسل الأرباح بتاعته إلى الشركة الأم بتاعته أيا كانت، إن مفيش أي عائق لذلك. إيه الضمانات بالنسبة له في الفترة الحالية؟ أنا أرد على الحتة دي لأن في قانون الاستثمار الجديد تم النص في حقوق المستثمر، في حقوق يعني في باب ضمانات الاستثمار وحقوق المستثمرين على أهمية حق المستثمر في تحويل أرباحه للخارج. فإن شاء الله مصدر القانون هتلاقي المادة دي موجودة فيه، لأن دي أحد الضمانات والحقوق لازم تكون موجوده وفقا حتى التجارب العالميه. المستثمر لما يحب يخش ويحب يطلع فلوسه بره او حب يخرج حب يتخارج من السوق، عايز دخل مكون اجنبي بالدولار، دخل معدات بالدولار، انشا مصنع جزء منه كان مكون اجنبي دفع بالدولار، حب يخرج محتاج يحول فلوسه بالدولار، او يحاول لو مكمل وحاول يحاول ارباحه للخارج محتاج يحاول ارباحه دي برضه بالدولار. فالقانون لما يضمن المستثمر هذا الحق ده بتهيألي من الحاجات المهمة لتشجيع الاستثمار. استاذ ماجد، المستثمر الأجنبي أو الشركات اللي بتتعامل معاها الأجنبية لما بتيجي تستثمر في أي بلد إيه اللي بتدس عليه؟ سواء من مؤشرات أو من إيجابيات أو سلبيات، واللي بيطمنها إن أنا لازم أستثمر في المنطقة دي. تمام، بيبص على المناخ الاستثمار والمميزات. يعني إحنا كنا بنقول إيه؟ واي انفست إن إيجيبت؟ ليه تستثمر في مصر؟ فلازم نوضح الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي المستثمر يجي. احنا سوق كبير، احنا حاجه ل 80 مليون داخلين بسم الله ما شاء الله على 90 مليون، فده سوق كبير، فالمستثمر عايز يخش هذا السوق الكبير. عندنا عماله، عندنا عماله مدربه منخفضه التكاليف، عندنا وال عندنا ما عندناش عماله مدربه بشكل كبير، بس عندنا عماله منخفضه التكاليف هي دي اللي احنا متاكدين منها. لكن انتوا حطيتوا في الاعتبار فكره تدريب العماله على اساس ان احنا عندنا دلوقتي قدره كبيره في يعني انجاز مجموعه من المشروعات الفتره الجايه، هل حاطين في دماغكم التنميه البشريه؟ طبعا يا فندم، يعني في ضمن الاطار برضه في برامج من خلال وزاره الصناعه والتجاره حاليا على رفع مهنية العامل، مهنية العامل المصري. أنا بقول كده بس احنا لازم نعمل طريقة، لأن من أحد العناصر المهمة في اضطراب العمالة المهنية دي مهمة جدا. لأن المستثمر يجي بيدور على عمالة، فلما في عمالة بس عمالتك منخفضة التكاليف، فأنت في وضع في نوع من ميزة تنافسية ليكي في هذا الشأن. فأنت لما تدرب العمالة كويس، تحطي برامج تدريبية كويسة لهذا العامل المهني وترفعي من كفاءته ومقدرته على العمل، ده هيشجع المستثمر يقول لك في عمالة موجودة، في برامج تدريبية موجودة، هذا يستعين بالعمالة الشركة بتاعته. ليس فقط على المستوى المهني، عندك حتى على مستوى خريجين الجامعات. فكرة فرصة العمل أو فرص العمل اللي هتوفرها لمجموعة المشروعات، هل هتروح برضو من خلال المؤتمر كان فرصة عمل؟ يعني أنا عايزة برضو الشباب لما يشوفونا النهاردة أو يبقى في مؤتمر اقتصادي يحسوا بالأمل. لا، يعني أنا هقول إن الأمل موجود إن هم هيتوظفوا وظيفة تتناسب معاهم ويحققوا إيراد ويحققوا نجاح في بلدهم ويبنوا بلدهم مع الناس اللي موجودة في البلد. كل ما عندش المشروعات بتزيد يا فندم، كل ما الشركه بتاسس معناها بتحتاج عماله، يعني هتوظف في مختلف المجالات سواء مختلف مستوى جامعي او اقل من مستوى جامعي او حتى مهني حرفي، فده بيختلف من مجال لمجال، من شركه الى اخرى، من قطاع الى اخر. فكل ما زادت المشروعات في قطاع معين اكيد هتحتاج عماله في مختلف المجالات، ده معناه زياده مجالات التوظيف، وده بيأثر في الاخر كل ما زادت المشروعات
كل ما زادت معدل التوظيف بيتسمى بعد كده يعني كم فرصة عمل سوف توفرها هذه المشروعات المطروحة؟ بتختلف يا فندم، بتختلف من مشروع لآخر ومن قطاع لآخر. يعني حوالي مفيش نسب؟ لا مفيش نسب. مثلا يعني انا مثلا النادي اعلن على مؤتمر مش مفروض ابقى يعني مثلا قطاع التكستايل فرص العمل ملابس الجاهزة لا قطاع كثيف كثيف الأعمال، تروحي مثلا لقطاع في الاي سي تي في التكنولوجيا لا قطاع مش كثيف الأعمال، يعتمد على يعتمد على معدات اكتر في البتروكيماويات كذلك. وفي حاجات كتير الدنيا تحتنا في العقارات، في العقارات مثلا ده قطاع مستهلك للعماله والبنيه الاساسيه كذلك والسياحه طبعا والسياحه كذلك، فبيختلف من قطاع لقطاع يا فندم. استاذ محمد، ايه المشروعات الناجحه المستهدفه الفتره الحاليه انها تجيب يعني انجاز سريع وايرادات سريعه ونقدر يعني بالفعل نبتدي فيها سريعا في الفتره الحاليه ومن خلال المشروعات اللي طرحت من المؤتمر اللي حضرتك دلوقتي بتدرسها داخل اروقه البنك اللي شايفها انها في ايه؟ انا بقول اسئله المفروض يعني انا اقصد ايه؟ يعني حضرتك الناس في المحيط المؤتمر الاقتصادي ده المستثمر هيجي بشنطه الفلوس؟ لا 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 انا مش فاهمه كده، لا انا مش فاهمه كده، بس في مشروعات مستهدفه، في مشروعات سريعه العائد وسريعه الانجاز في الترتيبات، يعني تختلف عن مشروعات مثلا الاقليميه الكبيره زي مثلا محور قناه السويس ده لسه قدامه سنتين عقبال ما يخلص. حتى لو جينا المشروعات العاديه يا فندم كل مشروع ليه مراحل تنفيذ تتراوح من سنه لسنتين لثلاثه اربعه حسب المستثمر يحط جدول التنفيذ بتاعه. بيبدا الاول تاسيس الشركه، خدت بال حضرتك؟ فعنده جدول تنفيذ للمشروع ده، فبيضخ مثلا في المرحله الاولى مبلغ وقدره، المرحله الثانيه يضخ مبلغ اخر. لا انا فاهم المراحل التنفيذيه للمشروعات، ولكن خلينا نرجع تاني. انا عايز اعرف مثلا المشروعات اللي حضرتك بتركز عليها وحضرتك بتركز عليها وبعتها للبنك الاستثمار، نوعيتها ايه او راس مالها قد ايه؟ كام؟ هل هي المشروعات الكبيره، المشروعات الصغيره المتوسطه، مشروعات تكميليه، المشروعات كبيره اقليميه؟ يعني عايز اعرف تفاصيل اكتر. انا ببرجع مش كلامي عشان اعرف تفاصيل اكتر، مش عارف اعرف تفاصيل. انا قلت الرينج عندنا من 150 مليون دولار لاكثر من مليار دولار، ده الرينج يعني في المشاريع اللي جات لنا في او في بس المشاريع اللي جات لنا دي سامبل. دكتور ابراهيم عنده بقى التفاصيل. احنا في الوقت الحالي في 59 مشروع تم توزيعهم على بنوك الاستثمار ودراستها. هل كل ما يخشوا؟ لا طبعا. هنوصل لمرحله مثلا في 20 او 30 مشروع هيخشوا بتكاليف استثماريه تقديريه محدده، يتراوح تكاليف استثماريه من مشروع لاخر ومن قطاع لاخر. في مشروعات من 50 مليون دولار و100 مليون دولار، في مشروعات توصل لاكثر من مليار دولار حسب القطاع. بس في مشاريع مهمه زي الطاقه يعني احنا محتاجين. ايوه انا اقصد عايزين نركز على المشروعات اللي هي اللي احنا مثلا موضوع الطاقه الجديده والمتجدده اوريدي خدوا خطوات سابقه من في شهر 11 اللي فات وعملوا اعلان وحطوا التعريفه بتاعت الكهرباء وطلعوا وعملوا حاجه اسمها السوفرنج. يعني دي داخله في بالنسبه للمشروعات اللي ممكن تطرح في المنطقه. في مجالات ذات اولويه اللي هو يبقى انا عايز اعرف الطاقه. الطاقه مثلا الطاقه التجاريه المتجدده دي مثلا عندنا عجز في الطاقه فاقول الحكومه طرحت 4.10 جيجا وات للمستثمرين وتقدمناها اكثر من 170 شركه. رسل تم الترسيه على اكثر من حوالي 130 شركه وجاري التعامل معاهم حاليا عشان يبداوا في مشروعاتهم. مشروعات تتراوح من كام؟ من 20 ميجا لغايه 50 ميجا وفقا للطرح اللي تم من وزاره الكهرباء. دول هيبداوا على طول ان شاء الله في خلال الفتره الجايه. يعني انا عايز اتكلم عليه، في مشروعات سريعه لازم تبقى موجوده، ازاي نستنيها من غير مشروعات بنسبه صح؟ الطاقه تحتاج كبير جدا. في مشروعات تم التوقيع عليها الفتره اللي فاتت مع مصريين. لكن دي خارج اطار المؤتمر. انا عشان كده بقول لحضرتك في مشروعات لا في مشروعات في المؤتمر في مجال الطاقه اسمها مجال الطاقه التقليديه، في محطات كهرباء مطروحه. وتم التوزيع على بنوك الاستثمار وجاري الترويج ليها، في احد بنوك الاستثمار قطع شوط كبير في احد المحطات. وجاب وحاليا هيتقدم وزاره الكهرباء بمستثمرين قريب جدا. الشباب الواحد بيختلف من قطاع لاخر تمام. مدى جاهزيه المشروع للعرض مباشره على المستثمرين ده بياخد وقت. بس موضوع الترويج ده يا فندم يعني دراسه المشروع ده ما بتمش بليون وليله، بياخد وقت. بعد كده بتحطي توصلي معلومات محدده عشان تروح بيها المستثمرين، وبعد كده عمليه الترويج قد تبدا قبل او خلال المؤتمر او بعد المؤتمر. بس خلينا نقول ان المؤتمر ده هو منصه في جايه كده جايه زي معازيم كتيره من مختلف المستثمرين مختلف القطاعات، هيشوفوا الفرص اللي عندنا هنعرضها عليهم وهيتم متابعه عليها بعد كده. فبنوك الاستثمار بتجهز نفسها للمرحله دي.
استاذ مجد عشان هو الطبيعي عشان التنميه فعلا الطاقه زي ما دكتور ابراهيم قال مهمه. ما هيجي هيعمل مصنع، طب فين الكهرباء؟ هيحط الفيشه هتطلع يعني هشغل المصنع ازاي؟ يعني في اوليات مشروعات عايز طرق، عايز مواني، مواني ومواني اللي هي بنسميها دراي بورتس كمان، عايز المنظومه كامله. انت عايز تشتغل، عايز تنمي، يعني احنا بادئين قبل المؤتمر مش بعد المؤتمر، ده مرحله وسطى بس مجرد ان احنا بنروج لمشروعات اللي احنا بنادها. نقطه اساسيه في مرحله انطلاق الاقتصاد المصري، احد الادوات المهمه للترويج للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار المصري للفتره القادمه، لانه محفل دولي هيجي لنا ممثلين لدول، ممثلين لحكومات، هيجي لنا مستثمرين من مختلف بلاد العالم في مختلف القطاعات، فهيبقى في نوع من التنوع في هذا المؤتمر. طيب انا عرفت ان من ضمن برنامج المؤتمر فكره رياده الاعمال، ان في بعض رجال الاعمال اللي بالفعل كانت سباقه في نجاح مجموعه من المشروعات وهيبقوا يستضافوا من خلال هذا المؤتمر. طيب. اللي انتوا يعني ما عشان كده قلت لحضرتك لما استعملنا بنوك الاستثماريه كان في كذا اتجاه نعمله. يعرضوا مشروعات الحكومه ونقول لهم ايه قصص النجاح في خلال الفترة اللي فاتت اللي عملت من خلالكم، مين شركات حققت نجاح في الفترة اللي فاتت، جذبت استثمارات، مين الشركات تم استحواذ عليها جابت استثمارات. فعشان كده بنوك الاستثمار في عرض قصص النجاح، والحكومة برضه عندها قصص نجاح. يعني بنوك الاستثمار يبقى ليها دور في عرض قصص النجاح في خلال من خلالها. في قصص النجاح تمت من خلال الحكومة، بعض الوزارات في خلال مجهوداتها الترويجية الفترة اللي فاتت قدرت توصل لاتفاقيات وإبرام صفقات مع بعض المستثمرين. هتعرض في المؤتمر الكلام ده إن شاء الله. طب خلينا نشوف السامبلز اللي يعني حضرتك بتشارك فيه من خلال كابينوك الاستثمار اللي بتعرض قصص نجاح بالنسبة للمؤتمر. يعني احنا في الثلاث سنين اللي فاتوا جبنا لمصر استثمارات مباشره بحوالي 750 مليون دولار. هي. منها زي ما قلت لحضرتك استثمار بنك الامارات دبي الوطني لما جه اشترى بنك باريبا هنا. شركه حكمه اشترت شركه ادويه اخرى برضه هنا واحنا ساعدناهم ان هم يخشوا. حضرتك بتعتبر ان فكره استحواذ اجنبي على شركات موجوده في مصر بتبقى قصص نجاح؟ طبعا ده استثمار. بمعنى ايه؟ بتعود على ايه بالنسبه للاقتصادي في مصر؟ لما بتيجي شركه اجنبيه وبتستثمر في مصر بيبقى الغرض منها ان هي بتخش سوق جديد، هتضخ اموال جديده من اجل التوسع في هذا النشاط. فزي ما حضرتك شايفه مثلا بنك الامارات دبي الوطني قال لك انا بعمل فروع جديده، ده بيصرف راس مال جديد عشان يتوسع، بيوظف ناس اكتر عنده، يعني بيوظف مصريين اكتر عنده علشان يملى الفروع ده. وهكذا مثلا شركه الادويه بتيجي تشتري شركه الادويه بتاخدها بتوسع النشاط بتاعها. فكل دي مش بس ان هم بيصرفوا فلوس علشان يخشوا ويكون لهم تواجد في مصر، بل كمان علشان يتوسعوا في النشاط ويكبروا ويخدم السوق المصري، وجزء كبير من الانتاج او جزء كويس من الانتاج اللي بيطلع للتصدير كمان. ازود حاجه هنا، فلما صفقات تتم ده معناه ان مؤشر هذا المناخ جاذب للاستثمار، انه مش هيجي مثلا يشتري شركه وعارف المناخ مش جاذب للاستثمار. فده مؤشر قوي جدا لما شركه كبيره تيجي تستحوذ على شركه في مصر، ده يدي مؤشر لبقيه الشركات لا اتفضلي في مجالات جاذبه للاستثمار. البنك بيقول السوق المصري بعد الثوره تحديدا بقى سوق ناشئ، سواء حتى في البورصه في سوق الاوراق الماليه او الاسواق الاقتصاديه المختلفه اللي احنا يعني بنشتغل عليها، الصناعه وغيرها من المشروعات. يعني هل ده برضو ممكن يعد يعني جزء جاذب بالنسبه للمستثمر الاجنبي؟ هل ده يعد جزء جاذب؟ ده جزء يطمئن الاجنبي ان هو هيكسب على اللونج ران؟ احنا الحقيقه فقط يعني هو ده بس وبس؟ لا مش فكرة السوق الناشئ، يعني احنا لسه نعتبر بنبتدي من جديد شوية. يعني خلينا نقول مش من جديد، انت عندك ميراث طويل قوي للاقتصاد المصري. لو حصل ثلاث سنين فترة أثرت الاقتصاد المصري فانت بتعيدي بناء الاقتصاد. مش ثلاث سنين بس، انت عندك مشاكل أخرى، عندك بنية تحتية متوالكة. أنا بحاول أفتح على سؤالك. هو المستثمر اللي جاي هو جاي عارف إن هو مش جاي يستثمر في سويسرا ولا في إنجلترا ولا في أمريكا، لأنه عارف ان هو جاي يستثمر في بلد فيها مميزات وفيها مخاطر، واللي بيترن على استثماره بيبقى اعلى. يعني في شركات كتير زي مثلا اعمار لما دخلت مصر قال لك انا بعمل عائد كبير جدا وانا مبسوط باستثماراتي في مصر وبتوسع. فهو اللي جاي هو الناس بتستفاد بايه؟ بان العائد اللي بيجي له بيغطي المخاطر بالظبط كده. السوق اتفضل. حاجه احنا بنشوف التدفقات
النقدية اللي جاية من دول الخليج وجاية من الأجانب للاستثمار في البورصة أو في الأسهم بصفة مستمرة من خلال قطاع السمسرة المالية اللي عندنا. وأقدر أقول لحضرتك إن بوجه عام كان جاء فترة كان الأجانب بصفة مستمرة بيبيعوا. الكلام ده اتغير من حوالي 9 أشهر أو 30 سنة تحديدا. بدأنا نشوف إن الأجانب يمثلوا حوالي 20% من التدفقات النقدية اللي داخلة علشان تشتري في البورصة. والخليج كمان حضرتك ممكن تضيفي 10-15% زيادة. ففي 35% من التدفقات اللي داخلة في البورصة لشراء الأوراق المالية جاية من خارج مصر من مستثمرين. يعني التوقعات دي ممكن تستمر برغم إن دلوقتي السوق الخليجي بيعاني من أزمة تحديدا بعد ارتفاع سعر البترول، هل ده برضه يعني بعد المشكلة اللي بيعاني منها الأسواق الخليجية ممكن برضه يبقى النية بتاعتهم والدافع بتاعهم يبقى زي النية اللي قبل يعني استقرارهم في عملية الأسواق بتاعتهم؟ طبعا المقصود يعني هل الاتجاه هيختلف هيتغير؟ اللي بيحصل في الأسواق العربية أحيانا نتيجة انخفاض سعر البترول الحاد المفاجئ وبسرعة، ده بيبقى له تأثير مؤقت على اهتمامهم بالاستثمار في مصر. ليه تأثير مؤقت؟ لأن هم عادة بيضطروا ان هم يبيعوا بخسارة ساعات كده بسرعة في السوق عنده، وفي نفس الوقت عايز يحصل جزء من الربح اللي محققه في أسواق تانية علشان الصندوق بتاعه أو المحفظة بتاعته تبقى متظبطة قبل نهاية السنة. بمجرد ان العامل ده خرج من الصورة بيبدأ تاني ياخد الاستثمار بصورة لها مدى أبعد فبيرجع تاني للسوق، فبيعيد تظبيط المحفظة بتاعته بصورة مؤقتة أو بصورة عشان تعكس التغيرات السريعة والمفاجئة اللي حصلت في السوق عنده، وبعد كده بيرجع تاني بيركز على خطته طويلة المدى. طب عايز تعالى يا استاذ ميدو ولا نستقبل تليفون اللي انت عايزه؟ لا زي ما خليك اقول لك انه احنا بتبقى زي بوابه للاستثمارات في بي دبليو سي، فانا باجي اشوف ايه يعني كان في الفتره اللي فاتت الناس بتعمل حاجه ايه ويت اند سي، استنى ونشوف، اللي هو خد فكره اشتري بكره. دلوقتي الدنيا ابتدت تتحرك وابتدا، وحتى انا وقت ما كان في الانفجارات اللي حصل في سينا انا شغال على بعض الديلز، الناس سالت ايه يا جماعه اللي بيحصل ومكملين، ودول اجانب وبعضهم عرب، ما شفناش اللي هو ايه ده يعني ده وقف، طب وقف الشغل، الناس مكمله الحمد لله. طب معانا الاستاذ محمد السويدي هو رئيس اتحاد الصناعات، اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. بنتكلم بقى على دور رجال الاعمال في الفتره القادمه باذن الله للترويج الى المؤتمر، وانا شايفه حضرتك عده لقاءات بتتكلم على او بتستحسن مساعي الدوله في محاولة يعني تعديل بعض القوانين الموجودة بحيث انها تسهل الاستثمار بالنسبة للمستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي. طبعا يا فندم احنا خلينا نقول الاول ان المؤتمر الاستثمار ده له عوائد كتير جدا، اولا على المصريين وثانيا على الاجانب، وفي الاخر بيجي على الاقتصاد القومي عموما، لان دي فرصة ذهبية ان احنا نعمل بها اصلاحات كبيرة مطلوبة وكان مطلوب من فجأة من قبل، انما حاليا بتتنفذ. حضرتك هيظهر لك قريبا ان شاء الله ممكن تعديلات في قانون الجنائي اللي ما بيعرضش بقى رئيس مجلس الاداره انه يقعد يتعرض لمعجمات واحكام وهو الكلام ده كله بدون سبب، ودي كانت من اكثر الحاجات اللي بتعمل عمليه نفور الاستثمار او بتخوف الاستثمار يمكن اكثر من الارهاب، لان الارهاب اقول لحضرتك هيجي في الفلوس، لكن لما تيجي حضرتك تجينا رئيس مجلس اداره بدون اي سبب او بسبب بسيط جدا ده بيؤدي الى رعب المستثمر نفسه. دي حاجات تانيه قانون الاخلاص هيصدر قريبا، فبرضه عمليه الدخول والخروج والخروج الامن هتبقى موجوده ان شاء الله. تعويض الجنيه ده من افضل القرارات اللي بدات تاخدها الحكومه والبنك المركزي، لان ده بيشجع المستثمر اكتر، اصبحت العمليه واضحه في شفافيه، بياخد حقه للدولار بتاعه او العمله اللي بيشتغل بيها، ما بقاش بيتعرض بقى لابتزازات سواء من السوق السوداء وغيره. قانون الاستثمار الجديد حضرتك انه ينفذ ده شباك واحد، ده حلم للجميع. فدي كلها اجراءات انا بشوفها من اكثر نتائج المؤتمر الاقتصادي من قبل تحقيقه. لان المؤتمر الاقتصادي اهم حاجه حضرتك بتجيب ناس بتتابعوهم بيتكلموا مع المسؤولين وبيتكلموا مع المستثمرين سواء اجانب حاليين في مصر، انا بتكلم اجانب يعني غير مصري عشان بس نوضح يعني عربي او غيره يعني، وبتكلم على مستثمر مصري. الحديث الجميل ده مع الكل سواء في لقاءات جانبيه او غيره
ده من اهم الحاجات اللي بتؤكد هي فعلا الحكومه جاده في الاصلاح ولا هي مجرد شعارات. فجديه الحكومه في الاصلاح هي قوانين بتتم دلوقتي حاليا. احنا لا يمكن نتخيل طبعا كل حاجه من قبل المؤتمر الاستثماري ده احنا بنغامر في فترات بس الاصلاح، لكن بس في جديه بالامور. الحكومه بتسمع نفذت حاجات كتير، الناس عايزه تعمل حاجه، يعني الناس عايزه تعمل حاجه لمصر. صح، في جديه في الاصلاح، حضرتك في جديه لمواجهه المشاكل السابقه ان احنا فعلا نصلحها ونمشي على الخطى السليمه عشان نجي. انا بقى بشوف اي حاجه المؤتمر لما بتدي اجهزه المستثمر المتوسط والمستثمر الصغير اللي يجي مصر يشتغل بدون اللجوء لاي واحد يتوسط له ولا يسال له ولا يحضر له مشكله. دي اهم الاجراءات ان شاء الله اللي شغالين فيها. طب احنا هنطلع حضرتك برحلات ترويجيه كتير ومقسمين نفسنا المجموعات، عملنا لجنه خاصه للترويج المستمر. طالعين ان شاء الله، يعني احنا عندنا دعوه. ايه الجدول بتاع الاتحاد صناعات المؤتمر؟ بعد ان شاء الله بس في رحلتين احنا طالعينهم الاسبوع ده. الاسبوع ده اللي بعديه واحده الى لبنان مع جمعيه صداقه مصريه لبنانيه، وبعديها الاسبوع اللي بعديها للنمسا اتحاد الصناعات النمساوي مع مجلس اعمال المصري النمساوي، وهنطلع افريقيا هنطلع لاسيا. محددين جداول حضرتك تتحدد بالظبط مع زملائي بقى يطلعوا هم يغطوا. استاذ محمد، التفاصيل الجداول دي او الزيارات بتبقى بناء على فكره ترويج الى المؤتمر كدعوات لحضور المؤتمر، ام هناك مشروعات انتوا بتبقوا متبنيينها من خلال هذه الحملات؟ لا، احنا مشروعات قدمناها للدوله هم يعرضوا اللي شايفين يقدروا يعرضوه في المؤتمر من عدمه، لسه في نقاشات فيها، لكن الفكره الاساسيه احنا عايزين نروح نقول الموقف ايه في الدوله امنيا سياسيا اقتصاديا، الاجراءات اللي اتخذت. لازم الناس تسمع، لان هم طبعا في حاجات كثيره مشوشين ما بين بعض البرامج الاعلاميه للاسف اللي بتحاول تدعي ضد مصر، بعض الاعمال الارهابيه اللي بتحاول توقف عليه الاستثمار، والحمد لله هم كل ما بيقولوا المتعاملات الارهابيه كل ما المصريين بيزدادوا سخونه ان هم يساعدوا الدوله. فيعني الحمد لله جايه، انا بشوف جايه نتيجه ايجابيه، لان حضرتك روح الحماسه زادت جدا بعد ما زادت وتيره الارهاب، وده يعني انا بشوفها من اهم الحاجات الايجابيات، ان بتبين جميع المسؤولين المصريين سواء مسؤولين او في مجال انتاج صناعه سياحه اقتصاد، كل فندم عنده استعداد يقدم اي مجهود كل ما نشوف ان العدو قاعد بيحاول يوقف عجله الاستثمار. باذن الله مصر بخير، باذن الله طول ما شعبها بخير. انا عايز بس اقول حاجه، انا بشكر طبعا الاستاذ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات على المكالمه، واكيد في يعني في حلقات قادمه هيكون معانا على في البرنامج. خلينا نتكلم في حاجه بقى، يعني اخر خمس دقائق او اخر سبع دقائق في البرنامج انا مش هقول اي اسئله، بس انتوا عايزين تقولوا ايه؟ يعني احنا دلوقتي على الفضاء المصري، اكيد في مستثمر عربي يعني بيتفرج على الحلقه، انتوا لما بتحاولوا ان انتوا تروجوا للمشروعات بتقولوا ايه؟ عايزين ايه المسج اللي انتوا عايزين توصلوها للناس لما بتطلعوا اعلاميا لترويج المؤتمر؟ عايزين المسج ايه؟ خليني اقول ان الحكومه يعني في بعض العناصر الرئيسيه لازم نتاكد عليها، ان الحكومه المصريه جاده للاصلاح، اتخذت بعض التدابير الاجرائيه الفتره اللي فاتت سواء على المستوى المالي او النقدي، على مستوى الملاك التشريعي والتنظيم الاستثمار. الحكومه تعد بعض الجولات الترويجيه للخارج للترويج المؤتمر الاقتصادي. عايزين نقول بس مصر حاليا اصبحت مناخ جاذب للاستثمار من خلال حزمه الاجراءات تم اتخاذها الفتره اللي فاتت. برضه عايز اقول ان في هناك مشروعات استثماريه جاده وذات جدوى اقتصاديه يعمل عليها بنوك الاستثمار وهم القطاع الخاص. القطاع الخاص دوره رئيسي في تحقيق التنميه الاقتصاديه، يشترك مع الحكومه في الترويج لهذا المؤتمر واعداد المشروعات الخاصه به من طرف. استاذ محمد، في خطوات ايجابيه كثيره شايفينها مخليه البلد ماشيه على المسار الصحيح اتجاه الاصلاح الاقتصادي، وعلى سبيل المثال اعاده او رفع الاسعار علشان اعاده هيكله الدعم في مصر، وبالتالي
وبالتالي حل المشكلة المزمنة عندنا في عجز الميزانية. بدأنا، أنا ما أقولش حضرتك إن إحنا حليناها، وإنما بدأنا ماشيين في الاتجاه الصح، وده مؤشرات إيجابية بتشجع المستثمر إنه يبص لمصر من بزاوية مختلفة أو بطريقة مختلفة. نفس الشيء في تحريك سعر العملة، تحرك إيجابي جدا. الإصلاحات التشريعية اللي اتكلم عليها دكتور إبراهيم إحنا يعني في يعني منتظمها بفارغ الصبر، كلها برضو مؤشرات إيجابية. فإحنا التدفقات النقدية المباشرة اللي شايفينها اللي إحنا بتعمل عليها زي ما أخ ماجد قال، وتطلع المستثمرين لتواجدهم في مصر ومحدش منهم بيرجع لورا ولا بيقولك لا أنا غيرت رأيي، كل دي مؤشرات إيجابية. فإحنا شايفين إن مستقبل البلد اقتصاديا مستقبل واعد، وإن الدخول دلوقتي هيكون جايب أكبر عائد للمستثمر عن إنه ينتظر 3-4 سنين قدام لما تكون الأمور مستقرة والأصول اللي في البلد والدخول المشاريع بتكون سعر ارتفع. يعني سوء ناشئ. وحضرتك يا استاذ ماجد، انا بعد اللي قالوه ما فيش كلام كتير، انا متفائل جدا ورساله واضحه، مصر is back in business. احنا بنفتح على العالم، احنا خلاص عدينا المرحله الحمد لله بسلام، ورايحين دلوقتي في التنميه الاقتصاديه. انا بشكركم على هذا اللقاء، واكيد مستمرين في الترويج للمؤتمر من خلال برنامجنا باذن الله. الاسبوع الجاي الاستاذ ابراهيم قال لنا اللي هيبقى في مجموعه اخرى بتمثل المؤتمر يتكلموا على جزئيه ثانيه داخل اروقه المؤتمر. بنشكر الاستاذ جابر زيدين شريك مسؤول قطاع الاستشارات في WSC، والاستاذ محمد متولي نائب رئيس بنك الاستثمار والاوراق الماليه HC، والاستاذ ابراهيم مصطفى المنسق العام لمشروعات القمه الاقتصاديه لوزاره الاستثمار. بشكر حضراتكم، ونتمنى طبعا ان اللقاء ده يكون مفيد، لكن هنكرره مره ثانيه لغايه باذن الله ميعاد المؤتمر في 13 مارس، مظبوط؟ حتى 15 مارس. وعلى فكره الويب سايت احنا عرضناه egyptthefuture.com، وممكن اي حد يخش ويعرف تفاصيل اكتر على اللجان، يعرف تفاصيل اكتر على البروجرام، كمان ممكن يقدر يعني يدخل ويحجز تقريبا صحيح الحضور، لان انا دخلت على فكره وعملت حاجه لان حاجه فيه، بس انه حاجه اسمها ايه انك تطلبي انك دعوه في المؤتمر، تروح لمركز الدعوات ويبحث الطلب هذا ده من خلال برضه الويب سايت، لان الدعوات قائمه على في لسته تم تحضيرها في الاول وتم ارسال الدعوات، فاي طلبات اخرى بتوصل من خلال الموقع الالكتروني ومركز الدعوات بيبدا يبص فيها. عموما احنا قلنا الويب سايت بتاع المؤتمر، اي استفسار ممكن نرد عليه الاسبوع الجاي. بشكركم، الى اللقاء في نفس الميعاد الاسبوع القادم باذن الله في برنامج 10 دقائق.